السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا جهاز A30، راح نفتحه بأقوى أداة موجودة لفتح أندرويد 11 و12 و13. جهاز مسكر كامل. راح نرجع بداية، نرجع الأول. أول شيء مباشرة طبعا جهاز A30، تمام. ونفوت مباشرة على الجنس كود، نجمة مربع صفر، نجمة مربع. نحدد جهاز الطريقة، إن شاء الله إنه يكون هيك واضح بين، تمام. هلا بنعمل كالتالي. طبعا الجهاز A30، أي جهاز، أول شيء بنفوت على هاي الأداة، وأترك لكم إياها بالوصف. مباشرة راح أدخل على سامسونج، FRB، ونكليك. أضغط عليها، ننتظر. هنا موديل الجهاز. اوكي. اعطاني نوت باوند، نجرب سكرين الثاني. تعرف هيك تأكد انه واضح. معلش عشان الشاشة الثانية مش شغالة عندي، فعشان هيك بضطر ادخل اتأكد انه التليفون مبين. طبعا هو بجرب محاولات. لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. بحاول اني اوصل لكم الخلاصة دايما. هون بجرب طرق، هاي الطريقة 1 2 3 4 5، يعني بحاول شوف اي ثغرة يفتح فيها. بس وصل السبعة. الثامنة.
هاي المحاولات لما تعملها، لما يحاول تسجيل الدخول، فهو بيعمل يعني على الجهاز لود، فبخليه في أشياء يصير فيه ثغرات عدة المحاولات. هاي خلصت كاملة، ما فتحتهم، نروح على هاي وان كليك تصير. برضه حاول ما يقدر، برد بعيدها كمان مرة. أنا بمشي خطوات بس لنوصل للطريقة اللي بتفتح. أنا متأكد إنه راح يفتح يعني بالنهاية، بس هي هاي المحاولات اللي بتعملها بالطريقة هاي بتعمل ثغرات في الجهاز. تمام، ننزل هاي الأداة، نفتح الأداة، هاي الأداة راح أترك لكم إياها بالوصف. لما تيجي تحملها راح تعطيك إنه ما راح تثبت على كروم إلا تفوت عليها، راح يعطيك إنها أداة خطيرة، فما راح تثبت معك إلا تثبتها تعمل استئناف. إن هاي الأداة معروفة، هاي الأداة قوية، وما برضى جوجل يحمل لك اياها. بدي احاول احملها على الفور شير او على اي موقع تاني. امشي بالخطوات زي ما انا بعمل بالضبط. بالبداية راح تفكر انه الاداة خلص مش شغالة، تمام، الأمور مش تمام. لا، تعمل ثغرة في الأداة بطريقة غير مباشرة. هنا بحاول، هنا بحاول عن طريق السي ام دي، حاول يتخطى، لسه بيعمل محاولات. احنا شو ما نعمل؟ بنسكر هاي الأداة، خليها فاتحة بس تحت، بفتح كمان أداة، خلي هاي، باجي بختار سكيورتي تو نورمال. هاي المحاولات هي اللي تتخطى الحماية، هي اللي راح تكون السبب انه الجهاز يتخطى الحماية. الأدوات هاي راح انزل لك اياها، كلياتها مجانية طبعا، راح انزل لك اياها عندك عشان تعرف تستعمل. كل أداة تعمل ثغرة بشيء معين لغاية ما يفتح الهاتف مباشرة.
كيف فصل الجهاز؟ شفتوا؟ لأنه ثلاث أدوات مع بعض بيعطوه هي اللاو، هي اللاو. إن شاء الله يكون بس واضح. طلعوا يا جماعة، طلعوا شو اللي بصير على الجهاز، شو اللي صار. ثلاث أدوات أعطت مع بعض، هاي قبلت بعد ما صار الثغرات من الثلاث أدوات، جهاز عمل ريست. يعني الثلاث ادوات سام واميزنج اف ار بي، هاي الاداه رائعه جدا. هاي الاداه يا جماعه يعني بتغني عن هدول التنتين، بس هاي الاداه لانه ما الاخر ابديت عليه، ف هاي الاداه بتحل الموضوع كامل. هيك زي ما انتم شايفين نيجي نعمل، معلش يا جماعه، لو بعدين مباشره بندخل سيتنج، اباوت فون software build no need to deliver. خلاص مباشرة ندخل على rest factory، وهيك الجهاز فتح معنا. هاي فرمتناه، هيك راح يفتح معنا 100%. راح اترك لك رابط الثلاث ادوات في الفيديو، يا ريت اذا عجبك الفيديو تضغط لايك وتشترك بالقناة عشان يوصلك كل جديد. ضروري تشتغل على الثلاث أدوات مع بعض عشان تعمل ثغرة في الجهاز، كل واحدة بتعطي أمر شكل فالجهاز بيفتح معك. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، نراكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.